السيد محمد نوفل العبيدي سفيرا فوق العاده ومفوضا للجمهوريه التونسيه لدى جمهوريه الكوت ديفوار. السيد نجم الدين لكحل سفيرا فوق العاده ومفوضا للجمهوريه التونسيه لدى جمهوريه الهند. السيدة نجس الدريدي سفيرة فوق العادة ومفوضة للجمهورية التونسية لدى جمهورية أفريقيا الجنوبية. السيد غازي الغرايري سفيرا مندوبا دائما للجمهورية التونسية لدى منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة اليونسكو.